هكذا بدت شوارع مدن إسرائيلية عدة وقد تحولت إلى ما يشبه ساحة حرب بين آلاف من يهود الفلاش الغاضبين والشرطة الإسرائيلية. الاحتجاجات التي وصلت الليلة بالنهار بدأت بعد مقتل فتى يهودي من أصول إثيوبية برصاص ضابط في الشرطة الإسرائيلية. موجة الغضب هذه انفلت زمامها في مواقع عدة ولا يبدو أنها ستهدأ قريبا، لا سيما أن يهود الفلاشة يرون أنفسهم مستهدفين بسبب لون بشرتهم. الشبان خائفون مما حدث. لماذا تظن الشرطة أنها تقتل إرهابيين؟ إنها لا تقتل إرهابيين بل تقتل يهودا. علينا أن ننهي هذا، كفى. لماذا لا يخرج العرب للتضامن معنا؟ فهم يقتلون مثلنا ولا أحد يسمعهم. لماذا نخرج وحدنا إلى هذه الحرب؟ أسفرت الصدامات عن عشرات جرحى من المحتجين والشرطة وأضرار مادية وإغلاق لطرق رئيسية شلت بسببها حركة المواصلات.